ديش كرافت، الآلات التقليدية لغسل الأواني فعالة لكنها لا تعمل طويلا، مما لا يجعلها تنظف الأواني بنسبة 100%. ديش كرافت اختراع تم عرضه منذ عدة أشهر، وعبارة عن، وفقا لرأي المصمم، أول جهاز آلي في غسل الأواني، لأنه قادر على التعامل مع قدر كبير من غسل الأواني في وقت واحد. المنتجون ينصحون أنه يمكن أن يستخدم في المطاعم والكافيهات. لاحظوا أن ديش كرافت يقوم بمعالجة كل طبق على حدة، خلافا للآلات العادية في غسل الأواني. الجهاز الآلي مزود بحاسة النظر حتى يستطيع أن يجد بقايا الطعام، وبذلك يضمن لك تنظيفا كاملا. كل ما عليك عزيزي المشاهد هو أن تضع الأطباق في الآلة وبعد ذلك تخرجها جافة.